بالحلقة الجاية. حابب لك خبرية جديدة، إدارة شركة النسيج رح تكون بإيد عمتي. شو مشكلتك أنت؟ ماني عرفانة عن شو عم تحكي يا أخي. عم أحكي عن علاقتك مع نسيم ودعمك إلى ضد عائلتك يا ريحان. شوفي، من هلأ صرنا نسمع دقات القلب. ليلى من الاثنين للسبت ما عدا الثلاثة 10:30 مساء على الجليد.